لكن يبدو أن نشاهد وزير الدفاع إذا محمود الصبيحي الآن هذا الفيديو الأول كما قلنا الذي يصل الآن. قبل قليل شاهدنا صورة ثابتة، لكن الآن هذا هو الفيديو الذي وصلنا الآن للحظة وصولهما، كما قلنا سينقلان طبعا إلى الرياض. لكن يبدو أن نشاهد وزير الدفاع إذا محمود الصبيحي الآن كلهم.